اليوم صحي، من اليوم قررت ابدي نظام صحي، فتقوم تاكل السلطه مالتي اريد اضعف. ومنو قال لك اصلا هاي السوالف راح تضعفك؟ اوقف خل احزر، الانترنت، اصدقائك، منو بعد؟ ايش اسوي يا اخي؟ بالقرام مليت من صدور دجاج بيض سلق، صدور دجاج تونه، صدور دجاج ما المشكله ان انت يا صديقي ما قاعد تاخذ المعلومات من المكان المناسب. لهذا السبب مشوارك راح يكون طويل وبدون فايده. يعني انت عبالك انا فرحان هسه مثلا من قاعد اشوف هاي الناس تاكل هاي الاكلات الدسمه، اكلات السريعه، الحلويات، وانا حارب نفسي؟ واللي يخليك تضعف وبنفس الوقت تاكل الاكل اللي عجبك وما تحرم نفسك من اي شيء؟ مستحيل. يلا خليك وياي، واليوم كل الافكار اللي براسك عن النظام الصحي راح تتغير. مرحبا شباب، واهلا وسهلا بكم بفلوج جديد. كثيرين منكم سألوني عن سر عدم زيادة وزني على الرغم من اني اكل كل انواع الاكل بدون التزام بحمية غذائية. اغلب الاحيان راح تسمع الناس يقولوا لك لا تاكل لا دهون لا كاربس لا لا لا، بس من تجي الواقع تشوف انه اغلب الناس اللي يعطوك هاي المعلومات هم بنفسهم عندهم جسم مثالي، ومن تجي تطبق كلامهم ما تشوف نتيجة. تروح تدور فيديوهات على الانترنت ما تشوف نتيجة، لانه اغلب الفيديوهات هم ناس يروحون يجيبوا معلومات من مكان ثاني او يقروا بمكان ثاني ويحجون بدون اي تجربة او منظور شخصي للامور. ففيديو اليوم راح اشارك وياكم بعض الخطوات المهمه اللي ما راح تسمع اي شخص يتكلم عنها واللي تعلمتها من تجربتي الشخصيه خلال السنوات الماضيه، ممكن تلائم البعض والبعض الاخر ممكن ما تلائمهم. مستعدين؟ نبدي الفلوج. خل نبدي. اول واهم شغله اللي دائما اشير لها ونبه عليها هي شرب الماي. دائما شرب الماء يكون على معدة فارغة، لا أثناء ولا بعد الأكل، قبل الأكل أهم شيء، لأنه جزء من الشعور بالجوع هو العطش. يعني إذا شخص جسمه يفتقد لهواي ماء راح يحس شعور نفس الجوع بحيث ما يفرق بيناتهم. وأيضا شرب الماء قبل الأكل راح يسد جزء من المعدة بحيث أنه الشخص ما يأكل أكثر من قابليته. شرب ماء، هواي ماء. هسا نكمل. زيت، ناجتس، دجاج. شغلة ثانية راح تكون شنو ناكل وشون ناكل. زبدة ونحمص الصمون. اعرف ايش قاعد تفكرون، هذا الاكل دسم مليء بالسعرات، وين الصحي بالموضوع؟ ابقوا وياي راح افهمكم كل شيء، انا اعرف ايش قاعد اسوي. جاهزون يا اطفال؟ شوفوا الجمال. الصمون اسمر. صمون اسمر هي بقع على هاي صح؟ غلط. الشغله الثانيه اللي اريد انبه عليها انه ما نقول بقع على هاي. ليش؟ لانه هاي شوي وهاي شوي وهاي ما تاثر، كلن على بعضين راح يسوون تاثير كبير. فخلوا بالكم انه اي شيء نقلله بالاكل مهم، حتى لو كان رشه صوص. خلي الناجتس وبعدنا ما كملنا، نرجع للطاوه ونخلي بيها جبن موزاريلا، وبس يذوب نخليه فوق الناجتس وبس. ساندويتش صار جاهز. بسم الله. الفكرة من هاي الفقرة شنو؟ انه الاهم من نوع الاكل اللي دائما نركز عليه بالدايت كمية الاكل اللي ناكله. فاهم شغلتين اريد اقول عليها، انه اول شيء ما تاكلون الا وانتم جواعة، كلش جواعة، بس مو كلش جواعة. ليش؟ لانه الجوع الزايد راح يولد وحش بداخلكم صعب ايقافه. والشغلة الثانية، اول ما تحسون روحكم اكتفيتوا، شبعتوا، حتى لو كان باقي من الاكل، حتى لو شكله حلو، تركوه وقوموا عن الاكل. ادري انه هواي منكم متعلمين لازم يكمل الاكل اللي قدامه ولازم ما يقوم الا الاكل يخلص، بس هذا الشيء مو صحيح، لانه المعده مو مكان نرمي به الاكل الزايد. تخيلوا اكو شخص بحياتكم يحرمكم من الشيء اللي تحبوه، اي شيء تحبوه، شو راح يكون شعوركم تجاهه؟ تحبوه لو تكرهوه؟ اكيد راح تكرهوه، فلا احد يحرم نفسه. حتى لا تكرهون نفسكم، واذا اردتوا تشربوا مشروب غازي شربوا ماكو مشكلة، بس بدون سكر، حتى لا نضيف سعرات زايدة ما لها داعي. اي كيك. اعرف ايش قاعد تفكرون، وين الصحي بالموضوع صح؟ صب عليها بعد شوي صوص. بسم الله. النقطة الثالثة أو الرابعة بالنسبة للحلويات، الجسم مثل ما يحتاج البروتين، الفيتامين، يحتاج الكربوهيدرات، يحتاج الدهون، يحتاج السكر، ولكن كميات قليلة. مثلا اليوم مسوين حلويات أضوقها،
وبس عن نفسي، خصوصا اذا انتم ببدايه الدايت وتشوفون نفسكم من الصعب ان تستمرون ومن الصعب ان تقاومون نفسكم، لا تحرمون نفسكم من اول يوم ولا من ثاني يوم ولا من اول اسبوع. شوي شوي بالتدريج راح تقللون السكريات وتقللون الدهون وتقللون الاكلات السريعه الى ان تقطعوها او تخلوها مره او مرتين بالشهر. بس اكبر غلط ان واحد من اول يوم يقطع كل شيء متعود عليه وكل شيء يحبه، ما راح يستمر صدقوني. اختار لك شيء من ذن الاثنين. ليش يعني؟ ما فهمت. يعني تفاحة واي عليه، البسكت مو صحية. تمام، شنو برأيك الحل بهيجي مواقف؟ والله ما ادري يا اخي، انا الصراحة يعني هم تعبت وهم مليت من سالفة الدايت. اشوف اهلي، اشوف اخواني، اشوف اصدقائي يطلبون اكلاتي من المطاعم وياكلون، ما ادري شلون. هذا هو الحل، بكل بساطة توازن، لازم دائما اكو توازن بحياتنا. وهذا يا صديقي هو السر. وبالمناسبة الأكل الصحي مو موضوع خسارة وزن، أهم من هذا الشيء بكثير. وشغلي هنا خلص. موضوع هذا الفيديو كان أهم وأعمق من مجرد أكل دايت. أما بالنسبة للنظام الصحي المفروض شخصي يتبعه، فأكو هواي أنظمة، أكل كيتو، أكل تقليل السعرات الحرارية، أكل أكل الصحي، أكل أكل الصيام المتقطع، هواي أكو طرق وهواي أكو خيارات لكم. بس لا تظلون تختارون منا ومنا، خليكم على شيء واحد. بمرور الوقت راح يصير عندكم خبرة أكثر، راح تظلون أكثر تعرفون شنو تأكلون شنو ما تأكلون، شو وقت تأكلون وش وقت ما تأكلون. وبنهاية الفيديو أريد أقول لكم إنه الأكل أعمق وأهم بهواي من مجرد صعود أو نزول بالوزن. يأثر على الحالة النفسية، يأثر على التفكير، على العقل، على النمو، على الجهاز العصبي، على هواي أمور بحياتنا. وبس لهنا انتهى الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون لايك، شاركوا الفيديو إلى أصدقاء حتى يوصل الناس أكثر ويستفادون أكثر. وإذا أنت وأنت جديد بالقناة، أهلا وسهلا بكم بقناتي، أنزل فلوج من هذا النوع كل أسبوع. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.